نروح مع حضراتكم لمحافظة المنيا. محافظة المنيا بتستضيف معرض أوكازيون للأثاث الدمياطي اللي بيتم تنظيمه بالتعاون ما بين المحافظتين ما بين دمياط والمنيا للخروج بأفضل خدمة للعارضين والمشترين. المعرض موجود على كورنيش النيل بمدينة المنيا وبيضم أكثر من 200 شركة من صناع وتجار الموبيليا والأثاث. خلونا نشوف هذا التقرير. بمشاركة 20 صانعاً شهدت محافظة المنيا افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث الذي يتم تدشينه على مدار شهر بالمحافظة. المعرض يتم تنظيمه على مساحة 1200 متر مربع ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن لفرش وحدات سكنية كاملة بأسعار مناسبة، كما يتيح المعرض خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط. ويعكس المعرض الاهتمام بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بملف تطوير صناعة الأثاث وإعداد خارطة طريق لتحقيق التنمية بهذا القطاع الصناعي الوطني الهام الذي تشتهر به دمياط منذ سنوات طويلة، مع الاستفادة من المهارة الفريدة التي يتمتع بها الصانع الدمياطي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المعرض. معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. أهلا فندم، صباح الخير. أهلا بيك يا فندم. يعني دمياط بلد الموبيليا معروف، والصانع الدمياطي مختلف في صناعة الأساس. في البداية حابين حضرتك تكلمنا عن نوعيات الأساس اللي فيها موجودة في المعرض، وإيه نسب التخفيضات والمميزات اللي بيتميز بيها هذا المعرض؟ اولا في توجه عام في الفتره الاخيره ديت ان يبقى في معارض في جميع المجالات. احنا كغرفه تجاريه بنعمل معارض للمواد الغذائيه. احنا عملنا المعرض المنيا دوت، احنا عملناه قبل كده فتره قبل كده، هو داخل فيه 20 صانع. نوعيه الاساس يمكن كان في الفتره اللي قبل كده كان الاساس بيبقى اللي هو الكلاسيك، انما احنا في توجه عام دلوقتي في دمياط، محافظه دمياط، انها تتواكب مع التطور في رغبه الناس في الحصول على الاساس المودرن. فمعظم الموبيليا دلوقتي في دمياط او التوجه العام في دمياط في التصنيع للاساس المودرن. جميل. انا عاجبني جدا فكره التعاون ده والتنسيق ما بين المنيا ودمياط، ما بين الصعيد ووجه بحري، وتقديم عدد كبير جدا من العارضين. عايزين اسال حضرتك، هل كل العارضين من دمياط؟ عايزين نتكلم كمان عن الورش والمصانع المشاركه، ولا في كمان مشاركه واسعه لمحافظات اخرى؟ والله هو يعني نشكر بصراحه الدكتوره منال عوض محافظه دمياط، بتتحرك معانا حركه قويه جدا في مجال خدمه تصنيع الاساس والتسويق للاساس. وهي حتى جت معانا الافتتاح بتاع المعرض. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا في توجه عام ان احنا نتواجد مثلا كل شهر او كل شهرين في محافظه، فاحنا يعني بنحاول نتوسع في الصعيد اكتر لان الصعيد بعيد عننا، فاحنا بنروح له لغايه عنده، ومعانا مجموعه كبيره من العارضين زي ما حضرتك شفت 20 عارض. وما شاء الله احنا شفنا حركه قويه جدا في من يوم الافتتاح ومن قبل الافتتاح، واحنا بنفرش كمان، الناس بتفرش برضه حاجتها. كان في حركه قويه جدا في المعرض. يعني الاقبال يعني كان كويس اول يوم، صح؟ الاقبال كان ممتاز الحمد لله. طيب مده المعرض مكمل معانا كم يوم يا فندم؟ وهل ممكن المده دي تمتد؟ يعني حضرتك لسه بتقول الاقبال من اول يوم كان كبير قوي، هل ممكن تمتد لو الاقبال فضل بهذه الصوره؟ الاقبال المعرض ان شاء الله لمده شهر، ولو في اقبال عليه احنا يعني اخذنا وعد من سعاده محافظ المنيا ان احنا نمده كمان لو ان شاء الله في اقبال اكرم. يعني انا عايزه اقول لك هو في ناس كثيره قوي من محافظات الجمهوريه كلها بتبقى عايزه تيجي تشوف الانتاج الدمياطي عامل ازاي، بسبب طبعا التفوق الصانع الدمياطي في الموبيليا بالذات. فيعني احنا بنحييكم قوي لو انتم ناويين تمدوا مده المعرض.
لا، وان شاء الله احنا كمان هنتواجد في محافظات تانية باذن الله في الفتره إن شاء الجايه. الله. يعني في خطه للتواجد ان احنا هنروح ان شاء الله برضو اسيوط، وقبل كده على فكره رحنا برضو اسوان السنه اللي قبل اللي فاتت. فيعني احنا برضو هنحاول نتواجد في الفتره الجايه في كل المحافظات باذن ان الله. شاء الله. وعلى فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، احنا كغرفه تجاريه في دمياط لنا معرض دايم في التجمع في جنب المبنى النائب العام على مساحه على مساحه حوالي 20,000 متر مباني. ده في 126 قاعه للمعارض. جميل. ده خبر حلو كمان، يعني انه ده معرض دائم مش معرض موسمي. معرض دائم، معرض دائم لدمياط، لاي حد عايز يشتري بدل ما يروح دمياط موجود في التجمع. زي ما بتقول لنا، عايز بقى اسالك سؤال اللي بيهم الناس كلها، فكره اتفضل. الاسعار، هل في تخفيضات معينه بمناسبه المعرض؟ بتصل لقد ايه؟ كمان دي التخفيضات على كل مشتملات المعرض، على كل انواع الاساس ولا انواع معينه؟ حضرتك بص، اللي بيعرض ده في المعرض المنياس او في معرض اللي في القاهره اللي في التجمع، دول صناع الاساس. فهم جايين بسعر مخفض جدا. المعرض المنيا مثلا في عليه خصم 30%. كل مكان احنا بنروحه او الغرفه التجاريه بتروحه معاه الصانع بيبقى فيه تخفيض كبير جدا جدا. جميل. والمستهلك ممكن يشوف بنفسه ويقارن بين السعر اللي موجود في المعرض دي او في المعرض اللي عندنا وبين بين الاماكن الثانيه. طيب حضرتك اتكلمت عن وجود 20 صانع معاكم في المعرض، بتختاروا ازاي العارضين؟ يعني هل في شروط معينه بتحطوها للناس اللي عايزه تعرض في، يعني الصناعين اللي عايزين يكونوا متواجدين في المعرض؟ والله احنا اوقات بنعمله لما يكون في اقبال كبير بنعمل قرعه. لما بيكون في اقبال على قد المعرض بنعمل على قد العدد اللي بيتقدم، بناخد الاولويه بالاولويه التسجيل يعني. طب ومع الاقبال ممكن العدد ده يزيد؟ مع الاقبال بيبقى لا، بس احنا اخدين مساحه معينه يعني 50 متر. تمام. فما نقدرش نزود يعني. فانما هي بيبقى زي ما بقول لحضرتك، اهم حاجه ان احنا بيبقى الناس اللي موجوده دي فيها مجال متنوع من كل المستويات. حضرتك لو رحت المعرض هتلاقي عرض متنوع جدا من الكلاسيك والمودرن وكل المنتجات. هايل. نشكرك الاستاذ محمد فايد رئيس الغرفه التجاريه بدمياط، كل شكر ليك.